ما حكم من خرج عن صلاته بدون إرادته وهو يصلي في الحرم، حيث رأى رجلا وضع المصحف بالأرض والناس تطأه بأقدامها؟ لا شك أن المصحف الشريف يجب احترامه ورفعه عن الامتهان، ولكن لا يجوز لك قطع الصلاة. الصلاة لا تقطع إلا عند الأمور الضرورية، مثل إنقاذ مسلم من هلكة. لو رأيت أعمى مثلا أقبل على بئر أو على نار أو على ماء يغرقه، خشيت عليه من الهلاك، فلك أن تقطع الصلاة وأن تنقذ هذا الذي وقع في الخطر. أما قطع الصلاة لغير الحالات الضرورية إنه لا يجوز، ولكن بإمكانك أن تشير أو تنبه الإشارة أحد الحالات حاضرين حولك أو المارة لرفع المصحف أنت في الصلاة، أو إن كان قريبا منك أن تمشي إليه وأن ترفعه وأنت في صلاتك بدون قطع. تمشي إلى المصحف وأن ترفعه وأنت في الصلاة بدون قطع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.